نتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل أكثر عن مخرجات هذه القمة العربية بجدة. معنا دلوقتي على التليفون سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير على حضرتك سعادة سفير، وبداية الحديث عن عودة سوريا للحضن العربي وحضور الرئيس بشار الأسد اليوم، ماذا بعد عودة سوريا للحضن العربي وماذا قرأت من خلال كلمة رئيس بشار الأسد اليوم أمام الجامعة العربية؟ أولا مساء الخير لحضرتك. طبعا هي خطوة جيدة جدا، فكرة عودة سوريا إلى جامعة مصعدة في جامعة الدول العربية، ولكن احنا لسه أملنا مشوار طويل جدا حتى نستطيع إن احنا نملك حل عربي للقضية السورية، وبالتالي احنا يجب أن يكون عندنا تفاؤل حذر في هذا الأمر. صحيح ان العوده ديت بتشكل قوه دفع جيده للعمل العربي من يعني بشان سوريا، ولكن حضرتك عارفه ان سوريا للاسف محتله من جيوش اجنبيه كثيره، وبالتالي فيها مشاكل عميقه جدا يمكن اعمق من اي مشكله عربيه طويله الامد زي ما بنقول، سواء كانت ليبيا او اليمن او السودان. الان سوريا لها وضع خاص جدا نتيجه التواجد الاجنبي، وهو حتى الرئيس بشار النهارده اشار الى تركيا ودورها هناك احتلال بعض الاراضي السوريه، ولكن حضرتك في تواجد اخر ايضا زي روسيا وزي تركيا وزي ايران وحزب الله وغيرها من امريكا، طبعا فيها قاعدتين هناك. فاذا احنا امام يعني مشكلة معقدة وهتحتاج لنا وقت طويل جدا عشان ندعي ملكية الحرب في سوريا، ولكن هذا الأمر ممكن قوي إن احنا نوصل له، لكن لازم نكون عندنا خطة أو خريطة طريق نسير عليها من أجل دفع الأمور في سوريا، وفي نفس الوقت لا نفرط في التفاؤل إن الأمور هتتحل يعني قريبا جدا، لا هناخد شوية وقت وفي جهد كبير هيتم في هذا الشأن. ايضا سعادة السفير اليوم ويعني دعوه القاده العرب الى السودان للعوده للحوار واللجوء للحوار للخروج من هذه الازمه، كيف يمكن لهذه الدعوه العربيه ان تكون مخرجا للسودان من ازمته؟ اعتقد ان هي بتشكل تصميم عربي ان احنا الازمه في السودان لا تاخذ نفس المجرى اللي اخذته الازمه في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، واقصد بهذا ان الدول العربيه عندها اراده صلبه بانه الازمه في السودان ان هي تنتهي بسرعه، لانه لها فعلا زي ما قال فخامه الرئيس السيسي هيكون لها تداعيات خطيره جدا على الاقليم وعلى المنطقه كلها، وبالتالي اعتقد ان احنا استفدنا من دروس الماضي بالنسبه للازمات اللي موجوده في الاقليم، وبالتالي هناك قدر كبير من الاحساس بانه يجب ان احنا نضع حد سريع لهذه الازمه اللي احدث طبعا على مصالح الشعب السوداني الشقيق. كلمه الرئيس زيلينسكي اليوم وايضا خطاب الرئيس بوتين لجامعه الدول العربيه اليوم، يعني كيف ترى هذا وجود طرفي الصراع اللي يمكن اثر في اقتصادات العالم كله اليوم امام جامعه الدول العربيه، وهل يمكن ان يكون الجانب العربي جانب مؤثر في هذه الازمه؟ والله هو الأهم أنه ولي عهد السعودية أعلن بصراحة أن المملكة بتريد أن هي تتدخل في الوساطة وبين الطرفين، أعتقد أن هو ده الأهم في الموضوع، لأنه الكلمات اللي أمام يعني القمة كانت طبعا بتعبر عن مواقف معينة، ولكن في نفس الوقت مش هي دي اللي تؤدي إلى حلول، ولكن اعتقد الوساطه الرصينه الهادئه وممكن قوي المملكه تقوم بها تقع في هذا الصدد، ويمكن ده يكون بادره خير ان احنا نصل الى حل سياسي في الفتره القادمه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق.